امهات واباء طلبه المغرب في اوكرانيا بالترحيب بكم في هذه الندوه الصحفيه، ونتقدم بجزيل الشكر لكل من لبى الدعوه وحضر، كما نشكركم على المواكبه لقضيه طلبه اوكرانيا. والان ساعطي الكلمه للسيد اليوسف عبد القادر رئيس الجمعيه الوطنيه لامهات واباء طلبه المغرب باوكرانيا، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم أجمعين، تحية جمعوية خالصة للجميع، تحية للحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته، مرحبا بكم، والشكر موصول لكم جميعا على تلبية الدعوة الحضور لهذه الندوة الصحفية التي أراد منها إخواننا في المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب الأوكرانية أن يوضحوا لكم مآل الملف، ملف تاع الطلبة العائدين من أوكرانيا أصلا. إننا في الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب الأوكرانية كما عهدنا في إخواننا الصحفيين والصحفيات المراسلين والمراسلات في جميع المنابر الإعلامية في متابعتهم لتطورات هذا الملف منذ بدايته وما لمسناه من مساندة لأمهات وآباء طلبة المغرب في محنتهم مع أبنائهم الطلبة العائدين من أوكرانيا من ولاية الحرب. تحية مرة أخرى للحضور الكريم، فمرحبا بكم بيننا ومرحبا بنا بينكم، تحية وشكرا. والآن غادي نقوموا بعرض شريط وثائقي بعنوان رحلة من إنجاز طلبة أوكرانيا، الرحلة بين الموت والحياة للطلبة الهاربين بين جحيم الحرب، وشكرا. قبل ذلك إخواني الكرام، نسيت سهوا، لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي وفرتنا هذا الفضاء للقيام بهذه الندوة، شكرا جزيلا، ثم شكرا جزيلا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على هذه التلبية للدعوة تاعنا وفي هذه الأمسية الصباحية، وشكرا جزيلا. في الحق الاخوان، هذا الموضوع ديال ظروف تاسيس الجمعيه ما كنفصلوهاش عن الاوضاع ديال الطلبه اللي عاشوها داخل اوكرانيا، ضافت واحد العدد من العوامل، يعني ان خروج الجمعيه الى الوجود ليست ولدت ظروف الحرب، بل قبل ظروف الحرب كانوا الطلبه يعيشون مآسي داخل 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 اوكرانيا، خاصه الوسطاء. وهنا غنعطي واحد المثال كيفاش جات هذه الفكره ديال تاسيس الجمعيه. الى كنتوا تبعوا 2020 كان واحد العدد ديال الطلبه باوكرانيا تعرضوا لعمليه النصب من طرف احد الشركات، واحد الشركه وسيطه اللي كتكلف تسجيل الطلبه. شنو وقع؟ ان الطلبه كانوا خلصوا الاسدس الثاني من الدراسه اللي هو 1750 دولار، بقات الامتحان شي 10 ايام، كان كيتفاجئوا الطلبه بواحد عدد ديال الطلبه ماشي غير المغاربه، حتى الاجانب، هو عدد كبير ديال الطلبه منهم المغاربه.
اللوائح ديالهم ما تافيشاتش في هادشي يوقع في خاركيف، مدينه خاركيف ما تافي. شنو المشكل؟ قال لهم ما اديتوش الواجب الدراسي، وهو تخلص دار الواجب الدراسي. شنو السبب؟ قال لك احد الموظفين ديك الشركه سرق الفلوس. الجامعه ما عقلتش على الطلبه، قالت اما تخلصوا ولا ما تدوزوش امتحان. هنا شخصيا خديت مبادره، خلقت واحد الجروب ديال هاد الاباء هادو، بدينا في نقاش كيفاش نحاولوا نحلوا المشكل. تم التواصل مع وزاره الخارجيه، تم التواصل مع السفاره ديال المغرب بدون جدوى. الى هنا تم الاتصال احدى الجمعيات في اسبانيا، احدى الجمعيات الدوليه لحقوق الانسان في اسبانيا، اللي حالتني مباشره على واحد المحامي في اوكرانيا. ملي هضرت معاه قال لك اودي خصني انا هاد ندافع على الطلبه، ولكن يعني خص يا ريت لو كنت شي جمعيه اللي يمكن ندير معاه واحد اتفاقيه وانا نبقى هنايا، اي مشكل وقع للطلبه انا نتكلف به. هنا طاحت هذه الفكره. ناقشنا هذه الامور مع الاباء، للاسف ما تحمسوش لهذا المشكل. اضطرينا نعاودوا نخلصوا باش دير وليداتنا يدوزوا امتحانات، يعني تنصب علينا في هذيك 1750 دولار. حتى بدات ظروف الحرب. بدات ظروف الحرب، بمجرد ما تصدر البلاغ 12 فيفري 2000 هذا كان يوم السبت، انا ذاك تم خلق واحد جروب اخر في الواتساب، كنا انا شي 47 اب وام، ثم واحد الصفحه في الفيسبوك دينا كنتواصلوا. كان الهدف ديال هاد العمليه هذا هو نبلوا كيفاش نخرجوا دوك الوليدات بسلام من اوكرانيا. وبالفعل هنا فين جات الوقفه ديال 28 فبراير ديال الاباء قدام وزارة الخارجية، ودخلنا تحاورنا، ومباشرة بعدها تسرعت العملية ديال إخراج الطلبة بعد ما صدر الملك الأوامر ديالو بقضية الطيارة تولي ب 750 درهم، واحد عدد ديال الأمور. بالفعل وزارة الخارجية مشكورة، حركت المسائل ديالها وبالفعل نجحوا في هذه العملية. كان الهدف ديال الجمعية شنو هو؟ هو الدفاع عن المسار الدراسي للطلبة والعمل على إدماجه في المنظومة التعليمية الوطنية، تكثيف الاتصال مع السفارة الأوكرانية بالمغرب لتوضيح صورة مستقبل العملية التعليمية للطالب المغربي الأوكراني، إنهاء عمليات إجبار التعامل مع الوسطاء. هذا نقطة أساسية بالنسبة للجمعية. وبعد اقتناع كل أعضاء المجموعة الواتسابية بضرورة تأسيس الإطار، انكبت اللجنة التحضيرية بالإعداد لجمع عام تأسيسي، حيث تم إنجاز واحد المشروع قانوني الأساسي اللي تم مناقشته في واحد عدد من اللقاءات، وبالتالي تم تحديد تاريخ 20 مارس اللي تنعقد فيه الجمع العام بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وتم مناقشة القانون الأساسي وتصادق عليه، وتم انتخاب مكتب وطني، وتم هيكلة المكتب الوطني. يعني هنا الجهاز التنظيمي هو حاضر موجود. شنو غيوقع من بعد؟ وهو في الوقت 20 درنا 25 ديبوزينا لو دوسي في الولايه. الى يومنا هذا رفضوا يعطيونا الوصل بدون يعطيونا حتى شي سبب. الى يومنا هذا ما بغوش حتى يتجو. شنو واقع؟ قولوا لنا غير شنو المشكل، ما بغيتش تعطينا الوصل. حتى ذاك الوصل ديبو دو دوسي ما عطاوش لينا. يعني شنو ما فهمتش الدوله كيفاش كتمشى هاد العمليه التاسيس؟ ما مرتش بسلاسه. يعني عرفت واحد عدد من العراقيل، ديال لي كونتراكتور ديال هذا، ومنهم هاد السلطه الاداريه اللي كتمثل في عدم تسليمنا الوصل. رغم ذلك كانت واحد الروح الديمقراطيه والشفافيه والوضوح والنقاش والنقاش الحر المبني على الاحترام وتقبل وجهه النظر الاخر، المبني على الاقناع والاقتناع، اللي هي اللي كتميز هذه الجمعيه، جعل قاعدة المنخرطة تتوسع، كيدل على المصداقية النضالية والأخلاقية، وإن لم تكن هناك اعتراف قانوني، ولكن هناك اعتراف ديال الآباء وديال الأمهات، وكذلك تواجد في الميدان. الجمعية الوطنية أمة آباء طلاب المغرب الأوكرانية كتعتبر الإطار الذي يمكن من خلاله أن تنتظم فيه أسر الطلاب بمختلف المشاريع الفكرية والإيديولوجية والثقافية والسياسية للدفاع عن حق أبنائهم لمتابعة دراستهم وإنهائها في سنة. تنظيميا يمكن الجمعيه تتطور من بعد خلق لجان وظيفيه حسب متطلبات وضروريات كل مرحله من مراحل تطورها ومشاكلها. وشكرا. شكرا سي مصطفى. تفضل سي يوسفي. تحيه للاخوان الكرام. نبدا من خلال ما انتهى اليه اخينا السي مصطفى شبك.
لأقول كانت التعليمات الملكية السامية الأثر البالغ في نفوسنا حين أعطى تعليماته للجهات المختصة بنقل الطلبة المغاربة من الدول المستقبلة بمبلغ مالي رمزي. كان ذلك كان كما كان لتصريح السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 4/3/2022 بأن المغرب لن يتخلى عن أبنائه الطلبة وسوف يتم إدماجهم في جميع في الجامعات والمعاهد العمومية الأثر البالغ في العودة إلى أرض الوطن. إخواني أخواتي، بعدما أسسنا الجمعية بتاريخ كما قال الأخ مصطفى 20/3 إلى تاريخ يومه، لم نتوصل لا بالوصل المؤقت ولا بالوصل النهائي. أتساءل لماذا؟ رغم أن قانون الحريات العامة ينص في فصله الخامس إنه بمجرد إيداع الملف القانوني للجمعية يتوجب الحصول في حينه على الوصل المؤقت، وهذا ما لم يتم. لذا نعتبر ذلك خرقا سافرا للفصل المذكور وكذا الفصل 12 من الدستور. رغم هذه العراقيل فإنها لم تمنعنا من مواصلة الاشتغال والدفاع عن ملفنا المطلبي، فقمنا بتوجيه أول مراسلة بتاريخ 11/4/2022 لفتح إلى السيد وزير التعليم العالي، نطلب منها فتح قنوات التواصل بيننا كجمعية وبين وزارة التعليم العالي. كما كنا نطالب في هذه الوقت كنا نطالب بتسريع عملية الإدماج. لماذا؟ لأن السيد وزير التعليم العالي وعد الطلبة بعد عودتهم من أوكرانيا قصرا وعدهم بإدماج جميع الطلبة في الجامعات والمعاهد العمومية، فكانت الوقفات الأولى التي قمنا بها نطالب بتسريع في الإدماج. إلا أنه بعد فتح المنصة الأولى ثم فتح المنصة الثانية تبين لنا كما تبين لجميع الطلبة، تبين لإخوانكم في المكتب الوطني كما تبين لجميع المنخرطين على أن الوعود تاع السيد وزير التعليم العالي ما هي إلا وعود في وعود لا تنم للواقع في صيرة، وأنه تراجع عن وعده بإدماج الطلبة. هنا كانت نقطة تحول، أقول كانت نقطة تحول لإخواننا في المكتب الوطني. عوضا كنا نطالب بتسريع أصبحت شعارات لترفعها هي المطالبة بإيجاد حل واقعي لجميع الطلبة، وخاصة أن السيد وزير التعليم في حينه بادر إلى زيارة بعض الدول في أوروبا من هنغاريا، رومانيا، بلغاريا. كنا نتمس نترجى من أن هذه الزيارة سوف تكون ترجع بأثر إيجابي على الطلبة، وكنا نأمل كآباء وكأمهات وكأعضاء في المكتب الوطني يتحملوا المسؤولية، كنا نأمل أن تدخل الوزارة المعنية كوسيط، أقول كوسيط بيننا وبين هذه الدول لإيجاد حل من حلول للطلبة. لكن السيد وزير التعليم العالي أخبرنا بأنه مش أخبرنا بشكل مباشر، بل صرح لوسائل الإعلام بأن باب التسجيل في هذه الجامعات مفتوح ومحدود وبوصفات اللي بغى يطبقها لنا في المغرب، والحال أن ذلك ما كاينش. هذيك الجامعات اللي بغى يحين الطلبة لدول أوروبا راه مفتوحة في مواجهة في حق الجميع،
يكفي ان يدع الطالب ملفه ويتسجل في هذاك الشيء. وكنا نامل الوزاره تحمل مسؤوليتها في هذاك الوقت. لماذا تحمل مسؤوليتها؟ ماشي تحيلنا كاشخاص كل واحد يقلب على الحل تاعو ذاتي وشخصي. كنا نامل ان تحمل الوزاره الوصيه مسؤوليتها وان تكون هي الوسيط بين الطلبه وبنخل. يعني اي طالب عبر الرغبه تاعو في الانتقال في استكمال مساره الدراسي اي دوله ترحب به وهي تكلف بنقل تسجيل هاد الطلبه ونقل الملفات تاعهم من الجامعات الاوكرانيه الى هاد الجامعات. لكن لم يتاتى ذلك. يعني احنا بالاضافه كنا تنطالبوا يعني الولوج تاعنا جامعات عموميه، ولكن هذا لا يمنع بعد ان استعصى عن الوزاره بمفهومها هي استعصى عليها ايجاد حل. احنا كنا تنطالبوا لما لا تبحث لنا هي لحلول اخرى. احنا مستعدين نأديو كاباء وكامهات، والطلبه راه حنا اللي نصرفوا عليهم باش نقولوا كاباء وامهات وبادرنا تاسيس الجمعيه. ما تصرفوش هذوك على وليداتنا، ما تصرفوش على نفسهم. راه حنا كاباء نتحملوا المسؤوليه تاع الصرف على هاد الوليدات باش اسسنا هاد الجمعيه. وكان في حينه السيد وزير التعليم العالي يرفض استقبال الجمعيه. لماذا؟ تيقول بانه هذوك الطلبه وليداتنا راهم راشدين وبالتالي هما خصهم يطلوا نفسهم. حنا تنقولوا لا، حنا كاولياء امور هذوك حنا تنخلصوا عليهم. حنا اللي كبدنا مصاريف اداء لهاد وليداتنا الغالي من النفيس وتحملنا جزء من الاعباء اللي كان المفروض ان الدوله تحملها. وهاد وليدات رجعوا قسرا الى ارض الوطن. اخواني اخواتي، بادرنا كذلك الى توجيه عدد من المراسلات الى وزاره الخارجيه. الشؤون الخارجيه اربع مراسلات وجهنا لها اربعة مراسلات. مراسلات الفرق النيابيه بمجلس النواب، مراسلات المفوضيه الاوروبيه بالمغرب 25/5، مراسلات المنظمات النقابيه وقياده الاحزاب السياسيه والمنظمات الحقوقيه وجمعيه المجتمع المدني، مراسلات القنوات ومدير الجرائد الالكترونيه. كما كان الهدف من هذه المراسلات بالمجموع تاعها هو إثارة اهتمام. الهدف تاعنا هو إثارة اهتمام بهذا الملف باعتباره قضية وطنية وكذا ملفا استثنائيا واستعجاليا يهم شريحة واسعة من الأسر المغربية. لكن اتضح أن الحكومة لم تأخذ هذا الملف بشكل جدي ولم تتعامل معه كباقي الملفات التي تشكل حالة استثناء بإحداث لجن للمواكبة وتتبع. رغم الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي بلغت 11 وقفة، 11 وقفة الخوت درنا بمعدل أن في الشهر كل شهر تنديرو جوج وقفات. أول وقفة درناها 28 جوج أمام وزارة الخارجية. كان الهدف منها كما جاء في تدخل الأخ مصطفى هو تسريع دخول الطلبة المغاربة إلى أرض الوطن. ثم ثلاثة بعد ذلك تسع وقفات أمام وزارة التعليم العالي، ووقفة أمام البوابة الرئيسية لمسجد النواب. ورغم اللقاءات مع خمس فرق برلمانية في الغرفة الأولى في شهر يونيو مع نهاية دورة الربيع، رغم كل ذلك فإن الخطة التي رسمها، أقول الخطة التي رسمها السيد وزير التعليم العالي منذ اندلاع الحرب، بل بعد صدور المنصة الأولى، الخطة اللي رسمها هي اللي أراد تطبيقها. الخطة التي رسمها السيد وزير التعليم العالي لحل هذا الملف كانت فرض أمر الواقع دون أن يكلف نفسه عناء استقبال أعضاء المكتب الوطني ومناقشة هذا الملف تاع الطلبة الغائبين من أوكرانيا. وبعد أن اتخذ السيد وزير التعليم العالي قراره في هذا الملف، وجه الدعوة إلى الجمعية بتاريخ
27/8 الذي أراد من هذه الدعوة أن يخبر الجمعية كما باقي التنظيمات الأخرى أو الهيئات الأخرى. لكن إخوانكم في المكتب الوطني حولوا هذا الإخبار إلى ترافع، أراد أن يجعل من هذا اللقاء إخباريا بالمخرجات التي اتخذها السيد وزير التعليم العالي وكما اتخذتها، لأنه لا يمكن للسيد وزير التعليم العالي أن يتخذ قرار بهذا الشكل بشكل فردي كوزير التعليم العالي، بل الحكومة تعتبره هي اتخذتها وتلك هذا القرار، حكومة اتخذته هو باعتباره وصية على القطاع بغيب الغناب هذه المخرجات. نحن في الجمعية الوطنية كمكتب وطني وكلجنة التي انتدبها المجلس الوطني بحضور هذا اللقاء حولناه إلى لقاء ترافعي، ووضعنا بين يدي سيد وزير التعليم العالي الملف المطلبي للجمعية، ووضحنا في لقاء ترافعي مخرجات تاع الملف المطلبي. إخواني أخواتي المراسلين الصحفيين، الملف المطلبي تاع الجمعية الوطنية راه بين أيديكم، ونحن في الجمعية ما زلنا إخواني الكرام متمسكين بحقنا في إدماج الطلبة المغاربة في الجامعات والمعاهد العمومية كمطلب أساسي وجوهري نظرا للحالة الاستثناء التي فرضت على الطلبة العودة إلى أرض الوطن قصرا، والتي يتطلب التعامل مع هذا الظرف الطارئ بشكل استثنائي لما يضمن للطلبة حقهم في متابعة دراستهم الجامعية وكذا تفادي هذا الزمن التعليمي. ولهذا الطاقات الشابة التي استثمرت فيها أسرها الغالي والنفيس إذ كان أملها بعد التخرج العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في ازدهاره وبنائه. وفي هذا الإطار إخواني لا يفوتني أن الجمعية وجهت 3 مراسلات إلى القائم بالأعمال السفارة الأوكرانية، وتنوجه للمراسل اليوم أخذ بيت تجاوبنا القائم بالأعمال السفارة وتحددنا لقاء وتندخلوا وتنفكوا المشاكل تاع الطلبة بالدراسة تاعهم. وقبل أن أختم إخواني الكرام، وجهنا آخر مراسلة للقائم بالأعمال تاع السفارة الأوكرانية وتلقينا جواب على أنه حاليا لا يوجد القائم بالأعمال تاع السفارة الأوكرانية في المغرب وأنه يوجد خارج أرض الوطن، وأفادنا بأنه أخبرنا بأنه بعد عودة إلى أرض الوطن سوف يحدد لنا لقاء للتواصل ولحل مجموعة من الإشكالات التي تعترض الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم حاليا عن بعد. وشكرا. مرحبا بكم وشكرا لكم، شكر جزيل على تلبية الدعوة، وليست المرة الأولى التي تلبون فيها الدعوة لدعوة الجمعية، بل واكبتم معنا الوقفات الاحتجاجية العديدة، بل أكثر من ذلك بلغتم للرأي العام مطالبنا ومطالب طلبة المغرب بأوكرانيا. كنهضروا على الطلبة بالصيغة نتاع الجمع، ولكن لابد من تحديد أرقام باش نعرفوا شنو العدد نتاع هاد الطلبة. هاد الجمعية لا تتحدث عن 21 ولا 30 طالب فقط، هادو 12,000 طالب، 12,000 طالب وطالبة لكي يوصلوا الدراسة ديالهم. هذا الرقم اللي ذكرته الممثلة نتاع المركز نتاع التتبع نتاع الدراسة في أوكرانيا اللي زارت المغرب وسبق لها استقبلتها الوزارة مباشرة من بعد اللقاء اللي تم معنا حنايا أي نهار 30 غشت، صرحت بأن كاين 12,000 طالب وطالبة. 12,000 طالب وطالبة ما هماش الولا اللي كيمشيو لهاد البلاد، بل كانوا أجيال وأجيال اللي تخرجوا من هاد الدول اللي كان ما يسمى بالمعسكر الشرقي سابقا واللي أصبحت دول أوروبية أوروبا الشرقية. هاد الدول
كان الفضل كيرجع لها في تكوين أطر كثيرة وردت من هذه البلدان، من بلغاريا، من هنغاريا، من روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقا، كل الأحزاب اللي كان، كل الدول اللي كانت تحت اللواء نتاع الاتحاد السوفيتي. إذا هذا الأطر بلاو البلاء الحسن لا أثناء القيام ديالهم بالدراسة ديالهم وحمروا الوجه نتاع المغرب، ولا أثناء الرجوع ديالهم إلى أرض الوطن، وحيث يمارسون الآن في مناصب عليا متعددة، وأكثرهم فضلوا البقاء بالمغرب ليكونوا رهن إشارة المواطنات والمواطنين، سواء كانوا مهندسين أو أطباء أو صيادلة أو كذلك أطباء جراحيين تاع الأسنان، مهندسين بكل يعني التخصصات. هاد يعني ماشي سابقة أولى، كاين متخرجين، بدليل أن كاينين دابا حاليا اللي كنعرفنا جوج الجمعيات، جمعية نتاع الطلبة نتاع ما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا، متخرجين من يعني المؤسسات التعليمية نتاع الاتحاد السوفيتي سابقا، وهناك كذلك طلبة نتاع أوكرانيا، المتخرجين من أوكرانيا اللي حتى هما عندهم جمعية ديالهم. إذا المغرب عنده تجربة نتاع هاد الأطر. أنا كنعتبر أن هاد 12,000 طالب اللي حاليا برسم الموسم الجامعي نتاع 21-22، واللي فجأتهم الحرب، واللي اضطروا باش يهربوا من أوكرانيا بسبب الحرب، هاد 12,000 كلهم أطر كانوا غادي يغنيوا البلاد ديالنا، وخاصة أنهم كيجيو في واحد الوقت اللي هو جد مهم بالنسبة لبلادنا. بلادنا انفتحت كما تعلمون على عدة دول، انفتحت على هذه الدول وعدة مستثمرين كيوفدوا للمغرب، وهذا يعني أن البلاد في حاجة ماسة إلى أطر متعددة. المؤسسات الوطنية غير كافية باش يتخرجوا منها الأطر الكافية، وكلكم كتعرفوا الثناء نتاع المستثمرين الأجانب على الأطر المغربية، ولما كي يشتغلوا في المؤسسات ديالهم في المقاولات ديالهم. إذا احنا كنا كنظنوا أن هاد اللي سميناهم احنا أمام الوزير سميناهم غنيمة حرب أوكرانيا، هاد 12,000 نتاع غنيمة حرب أوكرانيا نتاع المغرب. المغرب غنم هاد 12,000 نتاع الطلبة. هاد 12,000 نتاع الطلبة كان يتم ترحيب بهم بواحد القوة كثيرة، وخاصة أن هاد الطلبة ما اختاروش باش يجيو من تلقاء نفسهم، جاو مرغمين، جاو مجبرين بسبب الحرب، والكل كيعرف الظروف، وراكم لاحظتوا في الشريط الوثائقي اللي نجزوه الطلبة شنو هي الظروف، غير شيء من قليل من كثير، وراكم كتتبعوا الظروف كذلك. فهاد الطلبة 12,000 توزعوا على ثلاثة الأصناف، كاين الصنف اللي بقى في عين المكان لأن كان فيهم الكثير قراب التخرج وخافوا لا يضيعوا الفرصة تاع الدبلومات ديالهم، كاين مجموعة تاع الطلبة اللي فضلوا البقاء في أوروبا في البلدان تاع الاتحاد الأوروبي، آملين باش غادي يسيبوا حلول في هذيك الدول، وعلى غرار الأوكران اللاجئين الأوكران اللي هما موجودين في الدول، وفيهم واحد العدد اللي جاوا المغرب اعتقادا منهم، لأن بإلحاح بعض الآباء والأمهات كاينين طلبة اللي ما كانوش باغيين يجيو، ولكن لحوا عليهم والديهم باش يجيو خوفا عليهم، وسمعوا لوالديهم وجاو آملين دائما بأن الوطن غادي يحتضنهم، والوطن غادي يرجع لهم الاعتبار، والوطن غادي يفتح واحد خلية اللي هي استثنائية للاهتمام بهذه الطلبة، لأن أولا كان خص نجبروا الخواطر ديالهم من الجانب النفسي، لأن الظروف اللي برت عليهم في التنقل من المدن اللي كانت فيها المؤسسات الجامعية إلى الحدود وإلى الدول المجاورة ما كانش سهلة، مروا في واحد الظروف صعبة جد صعبة، والآباء والأمهات اللي كانوا يتبعوا مع وليداتهم اللي كانوا عندهم الهواتف كيعرفوا أكثر من أي واحد الظروف اللي مروا فيها. فهاد الطلبة لباوا الدعوة نتاع الوطن. احنا كنعرفوا أن بلادنا كتعرف القضية ديالها الأولى هي القضية الوطنية،
الاسترجاع للاقاليم ديالنا الجنوبيه. الكل مغربي كيرفع راسه وكيفتخر بهذه العمليه. وكم كنا سعداء لما سمعنا المرحوم الحسن الثاني لما قال ان الوطن غفور رحيم، حتى اللي كانوا يقوموا بجرائم في حق المغاربه اللي سواء اعتقلوهم واللي كانوا في السجون نتاع الجزائر ولا السجون نتاع ما يسمى بالبوليزاريو، هذوك بنفسهم اللي كانوا كيمارسوا التعذيب على هذوك غفر لهم الوطن ورجعوا ويحتلوا مناصب مهمه وخداو حقهم من هذا الوطن وتعطات لهم منازل وصبحوا في واحد الوضع اللي هو مشرف، لان الوطن احنا ما كنحسدوهمش، الوطن احسن عملا لما احتضنهم ولما جاء. فكنا كنعتقدوا ان هاد 12000 تاع الطلبه غادي الوطن يقوم بنفس العمليه، دار واحد خليه تاع ازمه، خليه ازمه، ويستقبلوا هاد الطلبه ويتشاوروا مع الهيئات الممثله للطلبه. وهذه الجمعيه متواجده في حينها، هو حكى لكم الاخ الظروف نتاع التاسيس ديالها، ومنذ الحرب اللي اندلعت في 24 فبراير ونحن نخوض في الصراعات وفي المواجهات وفي الوقفات الاحتجاجيه، وانتم كرجال صحافه ونساء صحافه قمتم باكثر من الواجب ديالكم، احسن قيام على وعسى اننا نلقاو الاذان الصاغيه. للاسف الى حدود 29 غشت كما جاء في الكلمه نتاع الاخ اليوسفي الاخ الرئيس، ولم يبالي بنا احد، مع العلم اننا ما قصرناش من جهدنا، توجهنا للجميع بما فيهم المؤسسات نتاع المؤسسات البرلمان بغرفتيها، بما فيهم رئاسه الحكومه، بما فيهم وزير الوصي على القطاع، وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما فيهم وزارة الخارجية. فكرنا حتى في الطلبة اللي بقوا في أوروبا، وجهنا رسالة للمفوضية الممثلة نتاع المفوضية الأوروبية في المغرب، وحنا كلنا كنعرفوا مدى العلاقة الوطيدة اللي كاينة بين المغرب، ومدى يعني كيحظى بواحد البريفيليج مع أوروبا. وغير المغرب يدير غير رسالة ولا غير يصرح لما كيزوروا المسؤولين الاوروبيين ان عندنا واحد الطلبه ديالنا راهم عندكم تمايا، استثنيوهم من اخرين. مثلا ملي كتجي الفرصه نتاع الناس اللي راهم تما بلا ورق، يتقال لهم بان كاينين طلبه تما، نرجو انكم تاخذوا بيدهم وتسجلوهم في المؤسسات. فصبنا هاد الاذان الصاغيه في الاجانب وما لقيناهاش في بلادنا للاسف. طلبه نتاع الخارج حاليا استفدوا مما يسمى بالحماية المؤقتة. الحماية المؤقتة اللي كانوا استثناوا منها المغاربة نظرا لان ما عندهم مشكل في بلادهم يقدروا يرجعوا للبلاد، ولكن في نهاية المطاف عدد من الدول الأوروبية احتضنتهم وعطات لهم وثيقة وصبحوا في وضعية قانونية في ديك البلدان، بل فيهم من يشتغل وفيهم من تسجل في بعض المؤسسات، مما جعل ان اللي دخلوا المغرب في الوقت اللي يأسوا من بلادهم وكانوا كينويوا انهم غادي يسيبوا الحلول نتاع الادماج اولا بدون قيد ولا شرط في المؤسسات العموميه، ما لبى لهم حتى شي واحد ذاك الطلب، اضطروا مساكن كيديروا دي فيزا دو ترانزيت وكيوليو عن طريق تركيا وعن طريق بعض الدول المجاوره نتاع اوكرانيا، ورجعوا حتى لاوكرانيا وخرجوا من تما للدول نتاع بلدان الاتحاد الاوروبي ورجعوا لتمايا، ولاو حتى هما استفدوا من هذه الحمايه المؤقته في ذاك البلاد. اذا الاخوان اصحاب الشواهد، كاينين الناس اللي عندهم هذا العام كانوا غادي يتخرجوا وخصهم الدبلومات ديالهم. ادنى ما كانت تقوم به دولتنا وهو توجه رساله للسفاره نتاع المغرب في كييف وتسهر على تجميع دوك الشواهد وتوفرهم وتوصلهم لماليهم. كيتصلوا بنا اباء وامهات ولادهم كانوا غادي يتخرجوا برسم السنه الدراسيه الفائته وما وصلوا حتى لشي وثيقه، وكتعرفوا ان ديك الدبلوم مازال تابعه مسار كبير تاع سنتين او ثلاث سنوات باش يحصلوا على المعادله وباش يمكن لهم يشتغلوا في هذا البلاد. اذا التخصصات كذلك اللي رفضتهم اوكرانيا واللي كان هادو واجدين خصهم يخدموا، هادو واجدين دارت لهم حتى هما عراقيل،
هادو ناس اللي دوزوا خداو الطب العام مثلا، ولا خداو تخصص في خداو الصيدله، ولا خداو جراحه الاسنان، ولا خداو الدبلوم تاع المهندس، وداروا تخصصات اكثر من داكشي، وخصهم غير يجيو. عاده هادو كيكونوا محتاجين غير التداريب، وديك التداريب هي اللي كت مباشره من بعد منها كيولجوا عالم الشغل. فهاد المسائل كلها بل اكثر من هذا، في الوقت اللي كنا كننتظروا باش تساعدنا الدوله، نادو كيحرضوا بعض اللوبيات المعروفه في هذه البلاد، كيحرضوا الطلبه المسجلين في المعاهد والمؤسسات المغربيه، كيحرضوا الطلبه باش ينوضوا ويتنكروا الاخوان ديالهم والزملاء ديالهم الطلبه. ما عمري شفت انا في حياتي، انا في عمري العدد نتاع السنوات اصبحت شيخ، وما عمري شفت شي دوله ولا شي طلبه كيرفضوا طلبه اخرين. كنا بالامس القريب والاخوان راهم حاضرين هنايا، كنا كنكونوا عندنا مناح واخرين ما عندهمش مناح، وكنحتضنوهم في دوك الشقق الصغيره اللي كاينه وديك لي دورطوار اللي كاينين في الاحياء الجامعيه، وكيجيو كنتقاسموا معاهم داك الشيء اللي كاين، واللي عنده المنحه واللي ما عندوش، وبزاف اللي تخرج وعاوننا بعضنا بعض بتضامن. فكان خص هاد الطلبه يستقبلوا الاخوان ديالهم، ماشي يوضعوا لهم العصا في العجله. وللاسف هذيك اللوبيات هي اللي حركت، حنا ما نسميوش شكون بالضبط، ولكن في علم الوزاره اللي كنا كننتظروا ان الوزاره اللي كتعتبر ان المواطنين سواسيه كان على الاقل ترجع الاعتبار لهاد الطلبه نتاع اوكرانيا، لما كانوا كيتهانوا عبر يعني الفيسبوك وعبر الشبكه العنكبوتيه، وكيتهانوا وكيتقالوا لهم بانهم كركم مشيتوا تسجلتوا غير ب 10 المعدل. كاينين الناس اللي عندهم 16 المعدل، كاين اللي عندهم 17، ولكن ما لقاوش بلاصتهم هنا في المغرب، ولا اختاروا باش يمشيوا لاوكرانيا، لانهم شافوا اطور هنا من العائلات ديالهم وكيعرفوهم وشنو استفدوا تمايا، وكل شيء كيقول لهم بان الدراسه هناك كانت عندها ظروف نتاع الدراسه مهمه. لا في الاستاج هنا مازال الطلبه ديالنا مثلا في الطب كيشتكيوا من قله التدريب، وكيقول لك بروفيسور واحد ما كافيش باش ياثر ما يناهز 30 تاع الطالب، فيو غادي يجي الدور نتاع الطالب. كاين مثلا الاطباء والطلبه كيستافدوا من كيشتغلوا يعني بالجوتات اللي هي متوفره في لي مورغ، ما كايناش بالقدر الكافي في بلادنا كما هي في اوكرانيا. بالنسبه للطالب يلاه السنه الثانيه ديالو كيصبح كيمارس، اذا كتصبح عنده تجربه في نهايه العمر ديالو. هذا الشيء كله للاسف ما كان خص يخلي الطلبه من جهه يرحبوا بالاخوان ديالهم، والدوله لما تشوف ان شي واحد زاغ على الطريق ومس الكرامه، لان احنا بلاد نتاع حقوق الانسان وبلاد اللي خصنا ندافعوا على الكرامه نتاع الجميع، كان خصها تدخل الوزاره الوسيه، كان خصها تدخل وتقول الطلبه حبسوا من هذا الشيء اللي كديروا. للاسف ما كانش. اذا بديك الطريقه فرضوا منعوا طلبتنا باش يندمجوا، باش يدمجوهم في القطاع العمومي. وجهات الطريقه الاخرى الجهنميه، وهو احنا غادي نعطيكم الادماج ولكن في القطاع الخاص. القطاع الخاص اغلب الطلبه كانوا ياسوا ومشاو بحالهم لاوروبا. اغلب الطلبه عندهم مقارنه بين الدراسه عن بعد والدراسه في المؤسسات نتاع التعليم العالي الخصوصيه كتطلب اموال طائله، غير الدراسه بوحدها 130 الف درهم، 13 مليون سنويا. اضيف الى هذا المصاريف نتاع الاقامه نتاع الطالب، اضيف الى هذا المصاريف نتاع العيش بكرامه بالنسبه لهاد الطلبه، اذا ما يناهز 20 المليون. شكون هي هاد الاسره المغربيه اللي في استطاعتها في الوقت اللي كانوا اختاروا اوكرانيا؟ ماشي غير فقط لاجل القيمه نتاع الاكاديميه نتاع ديك الدول، بل كذلك لان الجيوب نتاع المواطنين اللي صفطوا وليداتهم تمايا لا تسمح بهذا الغلاء اللي كاين في بلادنا. كانوا كيعطيو 5000 على اقصى تقدير حسب الاختصاصات. اذا هنا شوفوا الفارق. حنا مع الوزاره ما تحتنا الفرصه نتاع اللقاء اللي تحول الى حوار، واللي كنا كنتمناو ان يتم الاشراك ديالنا ونعطيو حتى حنا اقتراحاتنا. الدوله لو كانت كتفهم مزيان هاد الهيئات الممثله للطلبه كانت تستغلهم، وهما اللي كيعيشوا الجحيم نتاع هذا الوضع هذا وكذا، بالاستشاره مع الابناء ديالهم ومع الطلبه كنا غادي نوجدوا لهم الحلول اللي ممكنه واللي يستقبلوهم ويتعتبروا بانهم حاله استثنائيه، وبالتالي كتستوجب حلول استثنائيه. هذا الامر ما دار شيء تماما.
إذن هذاك الجانب وذاك الحس الوطني اللي كيكون عند المغاربه غاب للاسف في هذه الظروف نتاع الطلبه المغاربه. من الاسف حنا كنتاسفوا على هذا الامر هذا. وين كيقول لنا السيد الوزير انا ذاك اللقاء نتاع 29 غشت غادي نمشيو للقطاع الخصوصي وراه غادي يعطيوكم واحد الاثمنه اللي هي شيئا ما كباركه حاله بحاله وغادي تكون شيئا ما منخفضه على الثمن اللي كيتعطى الاخرين. فيما بعد قلنا لهم عطيونا غير المقاعد اللي محتاجين هذه المدارس ما بغاوش يعطيوها. كاين شي مباراه اللي كدوز بلا ما يكونوا عارفين الناس المقاعد علاش كيتباراو. كاين شي مباراه اللي كدوز بلا ما تعرف انت ديك المؤسسه شحال غادي تطلب لك في نهايه المطاف. حتى حاجه من هذا القبيل ما كانت. فبالتالي ما كانش ذاك الاقبال على هاد المؤسسات وخاصه ان هذه المؤسسات وجدت مثلا غير بالنسبه للطب 13 مباراه اللي غادي تتم وكلها كتتم باللغه الفرنسيه. الطلبه ديالنا حنايا بعاد على الفرنسيه منذ ان اخذوا البكالوريا ديالهم كيدرسوا في اوكرانيا اما بالاوكرانيه اما بالروسيه اما بالانجليزيه. كان على الاقل يخليو لهم هذا الاختيار وماشي صعيب باش غادي دير الترجمه حاليا بالانترنت وبكل شيء نتاع ديك الاجوبه ديالهم واش صعيبه ولا ماشي صعيبه وخاصه انهم كانوا دي كيسان ماشي تحرير كتحرر بواحد اللغه كيعطيوك سؤال وكتجاوب عليه من بين ربعه نتاع الاجوبه انا هو الجواب الصحيح. هذاك وكان تكتب حتى بالاوكرانيه وتعطات الفرصه للطالب راه غادي يجاوب انا ذاك غادي تحكم عليه وتعرفوا شنو قيمته نتاع الدراسه. كذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات نتاع الدولة اللي من المفروض كان الصدر رحب باش تستقبل المهندسين بشتى الأنواع ديالهم والأطباء الطلبة الأطباء البيطريين. إذن هذا الشيء كله كيبين بأن من خلال الأرقام جات الطريقة الجهنمية اللي 393 اللي دوزوا المباراة نتاع الطب وهذا. كذلك بالنسبة لتخصصات أخرى كان واحد العدد قليل اللي توجدوا، كاين واحد التخصص اللي فيه ثلاثة د الناس توبوغرافيين، إلى حد الآن ما عطاهمش النتيجة، وثلاثة ما عندكش تصحيح باش تصحح لهم، دابا ما عطاهمش النتيجة، هذا غريب هذا، كاين 80 تاع الطلبة الهندسة الميكانية قالوا لهم أنتم ما غاديش دوزوا المباراة غادي ندير لكم غير الانتقاء، هذا الانتقاء مازال ما تعطى حتى شي نتيجة من النتائج ديالو. وكذلك الطيران الى اخره. اذا تخصصات اللي هي مهمه اللي كان خص الدوله تهتم بهم. اخوان هذا الشيء هذا ينداله الجبين ان يتم هذا في وطن المغرب اللي يرحب بصدر كبير بالاخوان ديالنا الافارقه اللي كيوفدوا عليه بالعشرات والمئات ويوفر لهم ظروف العيش الكريم ويدافع عليهم ويمكن حتى بعضهم من العمل. وبلادنا حنايا ما تمكنش هاد الطلبه هذوما فينا باش يخدموا. قلنا لهم سيدي حنا ما باغيينش يقراو بالمجان ديروا لهم الادماج في القطاع العمومي وهذيك الفيسات اللي كنا نعطيوها لاوكرانيا نعطيوها للمغرب يزيد يجهز بها للمختبرات ويجهز بها عده اشياء الى اخره. حنا دابا انطلقنا بديك العمليه ما كاين حتى مشكل. بينما ان في دول اخرى لما كتكون كتصرف على الابناء ديالك من الابتدائي حتى العالي في القطاع الخاص كينقصوا عليك حتى الضرائب لانك علاش خففتي على الدوله المصاريف في التجهيزات وفي في بالنسبه للتعليم. اذا 20% اللي خصت هذا العام اللي تخصت هذا العام زياده نظرا للورش نتاع صاحب الجلاله لتغطيات طبعا التغطيه العامه اللي غادي تدار لكل المغاربه 20% اللي زادوا من الناس المباراه اللي كانوا كيترشحوا للمباراه نتاع الطب. كان على الاقل هذا 20% يعطيو نصيب منها لهاد الناس الاوكران ولا هذيك ال 20% كلها يعطيوها لهذو استثناء هذه السنه. اذا حتى شي حاجه من هذا القبيل ما دارش. انا شخصيا اعتبر ان لا خير يرجى من هذه الحكومه لانها حكومه ليبراليه حكومه تدافع على القطاع الخاص. انا قلت لكم قبيله الطلبه كانت بمثابه غنيمه نتاع حرب بالنسبه للمغرب. هذه الغنيمه هزوها على طبق من ذهب ومشاو كيعطيوها للقطاع الخاص باش يزيدوا يكرسوا الوضع نتاع المغرب انه يبتعد على القطاع العمومي ويمشي كيقرا في القطاع الخاص. معناه بطريقه غير مباشره كيقول لك المغاربه اللي عنده الفلوس يقري ولادو
اللي ما عندوش يمشي يجلس بحاله ولا يصيفطهم يسرحوا ولا يصيفطهم يخدموا مياومين في قطاعات اخرى. اذا هذه المراسلات كلها اللي وجهناها ولا احد يجيب ولا احد يصاوب، هذا امر يعني يندله الجبين الاخوان. انا اتاسف لكون هذا الامر هذا، وبالتالي احنا بالجمعيه سنستمر في رفع صوت طلبه باوكرانيا، صوتهم سنرفعه بكل وسائل. والفضل كيرجع لكم، احنا من حسن حظنا بعدا ان اللي حاليا كيسمع لنا واللي كيرفع الشكوى ديالنا للراي العام هي الصحافه، صحافه باصنافها المتعدده، الورقيه منها والالكترونيه، وفعلا كتفضح هذه الممارسات. وحنا جد فخورين بكم ايتها الاخوات ايها الاخوه. فسنستمر على هذا الدرب نتاع العمل، وغادي عندنا وسائل اخرى متعدده. وفعلا المرجو يعني الهدف من هذا اللقاء وهي ندوه صحفيه مثلا ان البلاد هذا عندها بنيه تحتيه تعليميه قادره لاستيعاب كل المغاربه. راه المشكل ماشي في الاباء اللي اختاروا ولادهم يرسلوا من اوكرانيا، راه المشكل في الدوله اللي ما موجداش. مين كتجي لك مثلا الطب وكتقول لك مثلا ها العدد اللي خاصنا، راه كيقدم واحد العدد ديال الطلبه، كيختار واحد العدد قليل، واحد 10% منهم ولا من هذوك اللي كيخدموا. علاش الاباء كيختاروا اوكرانيا؟ راه ماشي 40 مليون 30 مليون اللي كيخسروا. انا نعطيك مثلا، انا كأب شحال كيقاد الدري عندي الطب باللغه الانجليزيه؟ 3500 دولار في السنه، 3500 دولار في السنه هذا التعليم. السكن احسن من هنا بشحال؟ بالشوفاج ديالو، بالحمام ديالو، بالكويزين ديالو، 200 دولار في العام. هنا 1500 درهم في الشهر. شحال كنرسلو باش ياكل ويتكسى ويتطبيب ويشري كتباته؟ 2000 درهم شهريا، يعني 10 شهور جات 2 مليون، زيد عليها 3 مليون ونص، زيد عليها 40000 ريال، 40000 ريال ديال العام. الطياره كيمشي مره، بعض المرات عامين ما يمشي. لالي روتو شحال كنقطع؟ لو ماكسيموم 7000 درهم، انا ما عمري قطعت له 7000 درهم. 4500 4000 درهم يعني جمع فين وصلنا حتى 10 مليون ما وصلنا لهاش. هذه هي النظره اللي كيشوفوها عدد الناس في الاباء ديال اللي كيرسلوا، كيقولوا دايره برجوازي، واحد خينا كاع سمانا برجوازي متعفينه. ما فهمش معنى البرجوازي المتعفنه، هو ما عرفش برجوازي المتعفنه اللي كتحكمنا. واش رجل تعلم برجوازي متعفن؟ واش رجل امن برجوازي متعفن؟ واش يجي شي واحد ما فهمش عباد الله كيدير هذا ويجي يبقى يطلق في اللسانات ديالو؟ حنا برجوازيه متعفنه. والله سيدي اللي قالوا والله ما عارف ما معنى البرجوازيه المتعفنه، ماذا تعني في علاقتها بالبرجوازيه الوطنيه؟ اذا ماشي هذا هو موضوعنا. اذا الاخوان راه ماشي مكرهين كنرسلوا بلادنا برا. نعطيك مثال، كتعرف مدينه خاركوف بوحدها فيها 22 مستشفى جامعي، ما كاينش في المغرب كامل. انتهي مدينه خاركوف لوحدها 22 مستشفى جامعي، واللي حز في النفس خلي الطلب اللي يحتجوا ضد الطلبه. ارنا ديك هيئه المهندسين، وتصوروا هذه هيئه المهندسين في الاجهزه ديال الطلبه اللي تخرجوا من اوكرانيا. وانا اشتغلت معاهم كنعرفهم، مهندسين تخرجوا من اوكرانيا في هيئه المهندسين، وكتحتج على الطلبه اللي جاوا في ظروف استثنائيه. دابا هذا هو الاشكال اللي ما عرفوش، ما فهمتش. بحال دابا الناس كانوا في اوكرانيا ما عجبهمش الحال وجاوا بغاو يقراو هنا، راه الحرب اللي جرات عليهم. وانا الاخوه غتسمحوا لي نعطيكم واحد الصوره ربما تكون اكثر تعبيرا. هنا باش كان الهجوم على الشعب العراقي والنظام العراقي من طرف الدول الاستعماريه، وكان النظام العراقي يرسل السكودات ديالو للكيان الصهيوني. ماذا وقع انذاك؟ ماذا فعل الشعب الفلسطيني انذاك؟ كان كيقوم كيخبي الاسرائيليين اللي كانوا كيقوموا باساءه لهم، كيخبيهم في ديورهم. يعني ماذا بغيت نقول؟ هذه ثقافه، فهمتي؟ ثقافة الاحتضان والتضامن ماشي سهلة. الآن ولينا كنعيشوا الجيل اللي عبر عليه المرحوم قصوص، اللي كانت الدولة كتوجد لهذا الجيل. دابا ولاو طلبة يواجهوا طلبة، إطار
هيئة المهندسين واكثر ما معنى هيئة المهندسين اللي كانت واحد الوقت اللي شنقول كان من احسن قطاع في المغرب الان ولاو كيصدروا بيان ضد الطلبه. ايوا خا سيدي ما عرفتش غرس له الطلبه هذه ياها في غرس له. هذا بالنسبه للسؤال الاول. شكرا سي مصطفى على تصديقك. عندنا سؤال ثاني سي تفضل سي يوسف. بالاضافه الى ما جاء في تدخل الاخ مصطفى اضيف ان الدوله تاعنا مع كامل احترامات الجامعات والمعاهد على الصعيد الوطني اخواننا شتو تصنيف تاع الجامعات على الصعيد الدولي حنا غيبان مكانه الجامعات الاوكرانيه من غيرها من الجامعات. اخوان اللي تيقولوا هاد اللي تيبغيو يجرحوا في الطلبه المغاربه اللي يديروا دروسهم في اوكرانيا يرجعوا سير سولوا ديك المستشفيات الخصوصيه اللي فاتحين، سولوا الصيدليات اللي فاتحه على الصعيد الوطني الخريجين الى غير ذلك، سولوا اطباء التخصص منين جايين هاد الطلبه. هذا سؤال مطروح والاجابه تاعو معروفه. الاخوان الكرام، يعني هاد المسائل تحز في النفس، هادشي تيبكي اللي وصلنا لهاد الظروف اللي الطلبه رجعوا حاله استثنائيه، ظروف استثنائيه. انا شخصيا بنتي جات في لو 14 جوج 14 جوج دخلت المغرب ودرنا وقفه قدام وزاره الشؤون الخارجيه ونتيجة هذاك الشيء اللي الصراع اللي كنا نعيشوا مع وليداتنا وتيقاسيو الموت تنشوفهم بعينه وتتبع لي جروب تاع الجمعيه اللي كانت باقا ما سميناها جمعيه وتنعيشوا هذيك اللحظات وتنقدموا لهم هذه المساعده كيفاش يخرجوا من اوكرانيا تتبع تاعهم. بكيت قدام وسائل الاعلام في هذيك اللحظه اللي كنت تنتظر منها تفاعل تاع اجهزه الحكوميه الروسيه. لهذا اخواني كما جاء في التدخل تاع السي مصطفى الجامعات الاوكرانيه منفتحه على الجميع واللي تيقولوا بانه تمشيو المعدلات تكونوا ضعاف ولا شي حاجه هذاك الشيء غلط في غلط. والدليل على ذلك كما قلت الناس دي بروفيسور الكبار على الصعيد الوطني خريجي هذه الجامعات وهنا اللي قراونا وقراو اللي قبل منا. شكون هما اللي قراونا؟ قراو اللي في لاج تاع قبل مني لاج تاعي شويه. قراو اوروبيين اللي كانوا في اوروبا الشرقيه. ازيد اوروبا الشرقيه اللي يجيو يقراو هنا. كاين ساعه بهم المغرب. والحال نجريه في هاد الاساسه اللي هما تيقراو الولادات تما تجرحوا فيهم. هاد الوزراء دابا اللي هما في مناطق ساميه شكون اللي قراوهم؟ قراوهم اوكرانيين اوروبا الشرقيه. قراوهم وهما يتحملوا مسؤوليات على الصعيد الوطني. ونجيو دابا ونقولوا راه التعليم في اوكرانيا ماشي هو هذاك، الجامعات ماشي هي هذيك الى غير ذلك. هنا نقول بان الدوله المغربيه بجميع الاجهزه تاعها لم تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف. كل تغات توضع له حل، توضع له حل في الاول. كاين كوارث طبيعيه تمر بها المغرب. لماذا يتم احداث لجان تتبع وتقصي وهاد الصناديق اش يديروا بها؟ الصناديق اللي هي كاينه دابا صندوق تاع كوريا، صندوق تاع التضامن، صندوق بزاف صناديق والفلوس غير مجمده تما. لماذا لم تفعل هذه الصناديق لما يخدموا مصلحه الطلبه؟ سؤال طرحوه على الاخوان، المفروض ان نطرحوه. لماذا لم تفعل هذه الصناديق لما يخدموا مصلحه الطلبه العائدين من اوكرانيا قصرا؟ وهذه عائلات 12000 طالب وديروا عملية حسابية وشحال من أسرة؟ شحال من أسرة؟ هادو ماشي واش حنا مواطنين من الدرجة الثانية؟ لكننا مواطنين من الدرجة الثانية نعرفوها. كورونا اللي كورونا باش كانت كورونا وكانت امتحانات على الصعيد البكالوريا وتجندت ليها الدولة كاملة والامتحانات داروا في قاعات الأفراح داروا في دور السينما داروا في الشوارع داروا امتحانات مرت باش تمر هاد العملية. حنا تنقولوا الطلبة هادو رجعوا قصرا وحالة استثنائية
والدستور المغربي تيقول انه تضمن الطلبه المغاربه حق التمدرس، وهذه من الحقوق الاساسيه ومتشبته بها، وخص الدوله توجد حل. والحال ان هادو طلبه ماشي ما غيرهاش رجعوا هكذاك، راه خصهم الدوله تضامن معاهم. علاش تضامن معاهم؟ لانه حنا ادينا تكلفنا واحد الاعباء تاع الدوله كبير، تكلفنا الاداء على وليداتنا. لماذا كاين من هاد الطلبه يقالوا عام عامين وقالوا والو، وكاين الخريجين دكاتره حاليا، لماذا لم تحتضنهم؟ سؤال الاخت الكريمه، ونعطيك كلمه سي خوخشاني. اخت كريمه، فيما يخص الحياه اليوميه، فيما يخص الطلبه، الطبوغراف كاين شحال؟ ثلاثه. كاين ثلاثه حاليا لم تعتل النتائج. حنا نتساءل لماذا هادو خصهم يدمجوا مباشره بدون مباراه بدون حتى حاجه. مساله اخرى نعطيكم واحد الحاجه معتين اخرى، كاين 80 تاع المهندسين، الهندسه الميكانيك وهندسه الطيران والهندسه المدنيه، 80 طالب على الصعيد الوطني في جميع التخصصات والمستويات. اجلوا لهم انتقاء باش يدوزوا، ولو واحد داس. ماذا يعني؟ بلون ما عطاكم احصائيات اخرى، ماذا يعني؟ ان الدوله تاعنا ما باغياش دير حل للطلبه في المعاهد والجامعات العموميه حتى الخصوصيه. هاد ما فهمناش، هاد الدوله تاعنا في غاده، وهاد الامور هذاك. وهنا غنحيي لكم الاخوه الكرام عن الاخ الخوخشاني اللي الجواب على الاسئله، ولا كان عنده شي اضافه ونستمروا في الاسئله. شكرا جزيلا. شكرا سي عبد القادر. تفضل سي الخوخشاني. انا بغيت نرجع غير للسؤال نتاع الصديق ايت به سي حسن، يظهر لي السؤال ديالو راه ضمنيا عنده اجوبه، ولكن كصحفي هو كيحترم المهنه اللي كتقتضي انه يسال داوي العمل باش هما يعطيو الجواب ديالهم. اذا هاد الضمانات فعلا خاصه ضمانات للطلبه، ولحينا عليها مرارا وتكرارا، وحتى في اللقاء مع وزاره التعليم العالي صرح السيد الوزير بانه اتفق مع اوكرانيا باش غادي تعطاو ضمانات فيما يخص مثلا التدريب تم في المغرب. التدريب تم في المغرب، وهذيك التدريب تخذ بعين الاعتبار لما في الدراسه ديال الطلبه ديالنا، غادي ما هو نظري كيدرسوا فيها عن بعد، والتدريب والتداريب غادي يقوموا بها في ارض الوطن. قلنا له دي هذا الشيء هذا وفينا خصو يدون في بلاغ باش يكون رسمي، لان الحكومه تتعاقب والوزراء يتعاقبون على القطاع، وربما واحد الوقت منين يوصلوا هاد الوليدات غادي يتوخد عليهم علاش قراوا هاد المده كلها عن بعد، وعلاش داروا التداريب في المغرب والى اخره. اذن هاد المسائل مازال كنطلبوا، هذه من المطالب ديالنا، لان خص تكون ضمانات لهاد الطلبه. كذلك طلبنا من الوزاره باش توفر الوثائق، وهي اللي يعني من اختصاصها باش تلجا لوزاره الخارجيه في اطار التضامن الحكومي، ويوفروا للطلبه الوثائق ديالهم اللي هما في حاجه ماسه اليها. الضمانات طبعا اضافه لهذه الضمانات هذه فينا، كيقول يتساءل الاخ ايت بي على علاش ما جاناش صاحب الجلاله. صاحب الجلاله كل وقفه احتجاجيه، انتم كتعرفوا ان الوقفات الاحتجاجيه كيتم الاشعار بها من طرف الجمعيه، وكتتم في تاريخ محدد وفي واحد المده معينه، وطبعا ذوي الاختصاص ومن سلطات ومن هذه فينا كيكونوا حاضرين بكل يعني التمثيليات ديالهم، وكيرفعوا تقارير. اذا الى صاحب الجلاله ما وصلولوش هالتقارير، المسؤوليه ماشي ديالنا حنايا، راه هادوك مؤهلين اكثر منا. نقدروا حنايا من الجانب اننا معنيين بالامر غادي نشتغلوا بطريقه عاطفيه، ولكن المتتبعين للاوضاع والمسؤولين اللي كيكونوا حاضرين معنا في الوقفات هادوك كيرفعوا تقارير ديالهم. لا اظن ان هنا كان واحد يعني المجموعه نتاع سميتهم تاع الصوار اللي كنا هيئناهم باش يدوزوا هنا يديفيليو قدامكم واحد سميتو الباوربوينت فيهم الشعار اللي رفعناه نناشد صاحب الجلاله
باش يحتضن هاد الوليدات ديالو، ودرنا صور نتاع ولي العهد الى جانب صاحب الجلاله، والمعنى هي ان راه هادو وليداتك راه انت اللي معول عليك، وعندنا الحجه الدامغه بانه هو اللي غادي يحل المشاكل بدعوى ان التنقل لولا تدخل ديالو ما كانش. هما قال لك الاخ بان 7000 درهم اللي كنا كناديو فاذا به هذيك 7000 تحرقت مشات، لان ما كانش الجو مفتوح باش يجيو يرجعوا وليداتنا، لانهم كلهم كانوا كيمشيو بلا لي روتور ديالهم عن طريق تركيا ولا عن طريق دول اخرى، وصاحب الجلاله الفضل كيرجع له باش الخطوط الملكيه خفضت ودار داك الثمن رمزي. ولكن هنا قضيه نتاع بغينا يكون واحد الثقه في الوطن ديالنا. علاش ما نتسالوش عدد كبير نتاع الطلبه ما رجعوش؟ دونك هذوك الطلبه اللي ما رجعوش راهم عارفين حديث مع والديهم، عارفين بان المساله راه لا يعني حل لهم في الوطن ديالهم. هذا هو المشكل. ولو كانت حلول لما غادروا البلد ديالهم اللي عزيز عليهم ومشاو كيدرسوا في جهات اخرى. يعني الاختيار حنا راه ماشي هما الاباء الوحيدين اللي وليداتنا كيقراو على برا، كاينين اللي وليداتهم مسك عليهم الله وكيقراو في امريكا، وكتعرفوا الاثمنه الباهظه اللي كتطلب الدراسه في امريكا. كاين اللي كيدرس في كندا، كاين اللي كيدرس في فرنسا، وكاين اللي كيصرف على وليداته في البعثات الاجنبيه داخل الوطن منذ البدايه من الدراسه ديالو الاوليه من التعليم الاولي حتى التعليم العالي، وكيمشيو وكيتضمن لهم حتى العمل في فرنسا. لكن ماشي في مقدور هذه الفئه الاجتماعيه اللي هما ناس دراوش فيهم تجار صغار فيهم موظفين بساط صفطوا وليداتهم تمايا. وهذا الطالب هذا من حقه يمشي يقرا في واحد التخصص اللي هو باغيه. راه ماشي قضيه نتاع حنا كنفرضوا على ولادنا. ولادنا قال لك انا هنا غادي نمشي نقرا ولكن بغيت نقرا هذه الماده. هما كاينين اللي مشاو اختاروا يديروا الطوبوغرافيا في اوروبا، كاين اللي اختار الهندسه المعماريه. علاش؟ لان المدارس اللي كاينه هنايا المعاهد نتاع الهندسه العموميه المعماريه محدوده، واخا وسعوها للجهات الى اخره، ولكن العدد اللي كيتم الالتقاء ديالو عبر المباراه قليل. اذا انا باغي نكون مهندس معماري وما التحتليش الفرصه في بلادي، معدل ولا ماشي معدل، الاخر ولا ماشي الاخر. راكم كتعرفوا القضيه نتاع الطب مثلا، كان زمان كيطلبوا المتفوقين ب 18 19 الى اخره، وكل شيء كيعرف احنا ولاد البلاد وكنعرفوا بعضنا البعض وكيفاش الناس كيحصلوا على 18 و 19. اغلب الاباء اللي كيكونوا راسمين ذاك الهدف كيمروا عبر التعليم الخصوصي في المغرب وكيتكونفلاو لي نوط، لان البكالوريا فيها جانب جهوي وفيها جانب وطني، كيتكونفلاو دوك لي نوط وكيمشيو. انا لا استبعد حتى ان بعض اللوبيات كتدبر على وليداتها حتى في النموذج نتاع المباراه باش يولج لكليه الطب. واحد كيجي كيقول لك دابا تكافؤ الفرص، واحد باه مبلغ وكيجيب له النموذج عن طريق الاساتذه اللي هما تمايا، واخا ما غاديش يعطيوه يعني سميتو لي بروف كلها، كيقولوا له ها فين يشتغل وها فين يشتغل وها فين يشتغل. وواحد اخر مسكين ما عندوش حتى شي علاقه كيمشي على الله ويتقدم لديك المباراه، وبطبيعه الحال اللي عنده معلومه جد مهمه هو اللي كيكون. وحنا كنعرفوا هاد الامثله هاد يعني المهن شكون اللي كيمتهنها وشكون اللي عنده ديجا كابيني وباغي ولده يستمر في ذاك الكابيني. اذا هو مستعد لكل الوسائل، عنده ديجا واحد المدخول عن طريق الكابيني ديالو ولا لا كلينيك ديالو اللي كيوفر له فرص باش يدخل في ليسات صحيحه، دونك ما عندوش مشكل تاع الفلوس باش يقري ولده بواحد الاموال باهظه سواء في امريكا ولا كذا ولا هذه لما كيستحل عليه، وما عندوش تبليغه حتى هو ولا ما مبلغش باش يقري وليداته في المغرب. وكاين اللي وليداته ما كيبغيوش يقراو في المغرب، كيقول انا نمشي لامريكا ونمشي لكندا ونمشي لرومانيا. ايه الفرق؟ قولوا لنا علاش ما صيفطناش ولادنا لرومانيا؟ رومانيا فرق كبير بينها وبين اوكرانيا، لان رومانيا دخلت دابا في الاتحاد الاوروبي، خاضعه لديك الشروط نتاع الاتحاد الاوروبي، ولات حتى هي كتطلب فليسات صحيحه. خاص الاولاد الاولات تنزل 10 المليون للطالب، عاد ارى يدك المصاريف وارى يدك بزاف تاع المسائل. فهاد الشكل هذا ما كانش في اوكرانيا. اوكرانيا كانوا كيجيو لها ناس من اوروبا بنفسها، بلدان تاع الاتحاد الاوروبي كانوا وليداتنا كيقراو معاهم. كيجيو الناس العدد الكبير اللي كانت تمايا من الهند،
الهند كانوا كيجيو يقراو تما حتى هما، كيجيو المصريين، كيجيو من السوريين، كيجيو الفلسطينيين. دونك هذا ماشي مصدر اللي صيدوه غير المغاربه وصافطوا وليداتهم باش تما ويضيعوا الفلوس كما قال الاخ، هذيك الفلوس محتاج ليها الوطن. احنا قلنا لهم عرضنا عليهم الفلوس ديالنا يستثمروها في البلاد، ما بغاوش، وفي ظروف استثنائيه اللي كان من المفروض يقبلوا وليداتنا بدون مقابل، فهذا الشيء ما قبلوش. اذا كتعرفوا بان هاد الناس ماشي قضيه غير فلوس، قضيه لوبيات، راه من بكري معروفه. السارح كيبقى كيبغي ولده يبقى سارح، والطبيب كيسعى الى ما امكن باش وليداته يكونوا اطباء، واللي هو استاذ جامعي كيسعى ما امكن باش ولاده يواصلوا. دونك قضيه نتاع النخبه، تجديد النخب للاسف ما بغاش تكون في هذه البلاد هذه فينا، ما بغاش تعطى التكافؤ الفرص للجميع ويكون المجال مفتوح للجميع. كاين كل واحد كيجري على راسه وعلى مصلحته الى اخره. إذن الإخوان حنايا مرحبا باش نقوموا بهذا العمل. الهيئات الأخرى كاينه هيئة اللي وجهت نداء داخل الوقفة الاحتجاجية وحنا موجودين فيها، نداء إلى صاحب الجلالة وقراوه ومعروف عند الخاص والعام. دونك صاحب الجلالة على علم، ولكن صاحب الجلالة بحكم أنه ديمقراطي كيعرف بأن المؤسسة الملكية عندها واحد المجالات فين كتدخل وكتخلي الحكومة لما كيعينها هو، لأن هاد الناس راهم هو اللي عينهم، والصناديق الانتخابية الشعب هو اللي صوت فيها. إذا هاد الناس يكونوا واعيين بأن هاد الطلبة خصهم مكان ومقعد في بلادهم، الشيء اللي مع الأسف ما داروش. دونك المسؤولية مسؤولية الحكومة ومسؤولية القطاع القطاع الوصي على الآخر. صاحب الجلالة ما يمكنش كل مرة كما قالوا العدد الناس كل مرة حاجة ندخلوا فيها صاحب الجلالة. صاحب الجلالة عنده مؤسسة ملكية فيها واحد القضايا اللي هي مهمة كيتدخل فيها، والحمد لله هو عاطي واحد الصورة واحد الانطباع تاع المغرب اللي هو جد مهم. بلادنا هما كيجيوها المستثمرين من كل مكان والكلمة مسموعة، ولما كتكون تدخلات كتكون طبعا مسموعه الكلمه تاع الملك. فهذا امر بسيط اللي كان خص الحكومه هي تعبئ باش تحلو، وشكرا.